كلامنا متواصل عن الكرة المحلية منتخب مصر مع ضيفنا العزيز كريم فاضل الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الفل. نورنا ومشرفنا. انا سعيد ان انا بكون معاكم. حبيبي احنا اللي بنسعد بوجودك دايما وعندنا كلام كتير هنتكلم معاك عليه. وخلي بدايتنا بماتش بكره. حلو. ومنتخب مصر ومنتخب جيبوتي. المنطق يقول ان لو حطينا كل اسم في كفه بطبيعه الحال مفهوم انهي كفه اللي هتكون راجحه، لكن هل نقدر نعتمد على ده ولا مش صح ان احنا نعتمد ولا حتى نراهن على ده في ماتش زي بتاع بكره؟ خلينا في البدايه بس نقول ان كره القدم بتتطور وبتتغير بشكل كبير في العالم اجمع، وبالتبعيه في قاره افريقيا منتخب جيبوتي مش من المنتخبات المصنفه، يعتبر هو اضعف منتخبات المجموعه، ولكن لابد من الحذر. يعني ما فيش ما يمنع من الحذر والحيطه واتخاذ الاجراءات الدفاعيه الواجبه في مباراه زي دي. منتخب جيبوتي عنده في الفتره الاخيره لعب 3 مباريات وديه حقق الفوز فيها على منتخبات زي كينيا وموريشيوس وباكستان، صحيح منتخبات مش مصنفه ولكن يكفي ان هو نوت بات بالظبط، يعني او على الاقل كانت في وقت من الاوقات يعني ده كلام صحيح، وخصوصا انه قدر في المباراه دي انه يحافظ على نظافه شباكه في مباراتين امام كينيا وموريشيوس او امام منتخب باكستان تلقى هدف وكسب في الـ3 مباريات بـ3 اهداف. اوكي. عنده مجموعه من اللاعبين الجيده او متوسطه المستوى، الاغلبيه طبعا بتلعب فريق ارتا سولر الفريق المحلي. او عنده منافس في الكونفدراليه مع الزمالك اعتقد. لعب امام الزمالك. ارتا سولر من الفرق برضو يعني تعتبر يعني عندها لعيبه، خلي بالك. بالظبط. يعني هو ابرز اللاعبين في المنتخب. انس فرح ده بيلعب في الدوري النرويجي، وجبريل دادزي لاعب ارتا سولار اللي هو سجل الهدف الاول في مرمى الزمالك في المباراه الاولى. وفي برضو بعض اللاعبين الصغار في السن، لكن الارقام والمعطيات والتاريخ وكافه الامور الكرويه بتقول ان منتخبنا يقدر يحقق فوز مريح وبنتيجه كبيره تساعده في التصفيات الصعبه بدون وجود اي فرصه لمفاجات غير متوقعه. لا ما ينفعش، يعني احنا حتى المفاجآت ملهاش مكان والله. خلي بالكم على مدار تاريخنا في التصفيات دايما بتكون في مفاجأة هي اللي بتطيح بيك. يعني طبعا لو تتذكروا مباراة ناميبيا اللي احنا تعادلنا فيها، ما كانش ليها اي لازمة انك تتعادل مع منتخب بالضعف ده، خرجت من التصفيات. وبرضو في مباريات زي زامبيا في تصفيات كأس العالم 2010 اللي تعادلنا في المباراة الأولى داخل الاراضي المصريه، لو كنا حققنا الفوز في المباراه دي كنا صعدنا. قيس على ده بقى على مدار التاريخ، انت كنت لما بتستثني المفاجآت دي بتقدر تصعد. يعني سواء في تصفيات كاس العالم 90 كان معانا كينيا، كان معانا ملاوي، لو كنت خسرت او حصل لك دروب في اي مباراه من المباريات دي ما كنتش تقدر تروح للمباراه الفاصله مع منتخب الجزائر وتتاهل. كذلك في تصفيات كاس العالم 2018 انت كان معاك منتخبات زي الكونغو، اوغندا، غانا، عملت مباريات قويه قدرت انك تتفوق عليهم، تتفادى المفاجآت اللي حضرتك بتقول عليها، بالتالي تاهلت. عاوزين نتاهل تاني وتالت. يعني انت في فرصه عظيمه ان في 9 منتخبات افريقيه هتتاهل مباشره. يعني لما يكون 9 منتخبات مش من ضمنهم مصر، لا هيبقى نبطل كوره احسن بقى. طبعا تخيل ده يحصل. لا ان شاء الله مش هيحصل، بس يعني ده يبقى سيناريو. لا طبعا بهزر، يعني سيناريو هيبقى قاسي جدا علينا احنا، يعني على الاتحاد وعلى اللاعبين. لا هو صعب طبعا، هنتكلم بلغه المنطق طبعا صعب جدا، لكن زي ما انت قلت وزي ما برضو ذكرنا انا وكريم، كره القدم فيها مفاجات، لكن في حاجات ما ينفعش برضو فيها المفاجات. بالظبط. يعني يعني الحياه فيها مفاجات، بس برضو في حاجات ما ينفعش يعني عقلك يستوعبها. بالظبط. يعني زي ما بيقولوا كده، لابد ان ينتصر المنطق فيها. بالظبط. والله مش دايما بينتصر المنطق. بس لو انتصر المنطق هيتقال عليها مفاجاه ازاي؟ ده هي من خصائص المفاجاه. لا هي دي تبقى كارثه مش مفاجاه. بالظبط. يعني الخساره او التعادل مع منتخب، مع كل الاحترام طبعا، دولة أكيد عربية أكيد جميلة طبعاً. جيبوتي التعادل، يعني التعادل كارثة، يعني زي ما نهوان بتقول العادل في حد ذاته كارثة، فما بالك بالخسارة. فيعني ما ينفعش. هل مش كلامنا تشاؤمي؟ احنا بس بندردش زي ما بنقول، ولكن المنطق بيقول وقدرات اللاعبين وحجم المنتخبين، لا احنا لا يعني 4-5 يعني ده وضع طبيعي.
طب احنا هناخد على التليفون معانا الاستاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخب مصر. يا استاذ محمد، صباح الهنا طبعا والنصر في البدايه عليك. صباح الفل عليكم يا بنعوان وكريم، ودايما كده منورين. بشكرك جدا جدا. وقبل ما اخش بس في الاسئله، ان انا وكريم عندنا اسئله طبعا ولازم نطمن الجماهير، لكن انا عايزه اروح معاك لنقطه ذكرتها في الانترو مع كريم. فكره هنا ان دلوقتي هذا العام تحديدا اصبحنا بنطلق او بنشوف منتخب مصر مش منتخب محمد صلاح. يعني كنا في الفتره اللي فاتت كلنا مقتنعين، حتى المدير الفني لما كان بيجي بيقول لك محمد صلاح وبعدين منتخب. دلوقتي ده اختلف، ومش كمسمى، هو اختلف كمسمى علشان الصوره اختلفت. انت اصبح عندك دلوقتي لعيبه كلهم تقريبا او بنسبه كبيره منهم بيأدوا اداء لا يقل عن محمد صلاح، يمكن بالعكس. كمان في ناس بتقول لك محمد صلاح اداؤه مع المنتخب مش زي بعض اللعيبه الاخرى سواء المحترفين او المحليين. فخليني اروح معاك للنقطه دي بدايه. لا يعني طبعا وجود محمد صلاح طبعا مكسب لاي فريق ولاي منتخب. الحمد لله عندنا لعيبه كتير زي ما حضرتك قلت، مني مرموش، مصطفى محمد، محمد الشناوي، الحمد لله لعيبه كتير مكاتب. وطبعا مع وجود صلاح وتألق صلاح طبعا بيضيف قوه للمنتخب. يعني احنا مش هنزعل لما يبقى عندنا لعيب زي صلاح او بحجم صلاح عالميا. الحقيقه ماشي بخطوات كويسه جدا، بيدي قوه طبعا واضافه للمنتخب. لكن على طول المنتخب يعني الفترات اللي فاتت تحديدا ايام كوبر كان المنتخب مظلوم ان محمد صلاح هو الوحيد اللي بيظهر. لا يعني كانت فتره من الفترات كان تريزيجيه يعني كان سبب قوي من اسباب صعود المنتخب وقتها في كاس العالم، كان معاه عبد الله السعيد وقتها. فبرضه كان المقوله دي بتبقى صعبه فتره من الفترات، لكن الحمد لله دلوقتي الاداء هو حتى محمد صلاح يعني على طول المنتخب بيتكلم ان الاداء الجماعي، لو احنا كلنا كويسين انا هبقى كويس، لو انا هبقى صح. يعني كلنا بنكمل بعض، وده كلام منطقي جدا بالزبط. الحقيقه كلام منطقي جدا. طيب عايزين برضو فرصه نعرف من يعني من حضرتك الاجواء الموجوده عندكم بعد اكتمال صفوف اللاعبين بوصول جميع لاعبتنا المحترفين من الدوريات الاوروبيه والعربيه المختلفه. يعني هو امبارح الحمد لله ال 25 لعيب اللي كانوا موجودين في القائمه كانوا موجودين امبارح في التدريب. كان صلاح ومصطفى محمد ومرموش كانوا غابوا على اول تمارين، كانوا لسه ما وصلوش، كان عندهم ارتباطات طبعا مع فرقهم في الدوري الخاص بيهم سواء الانجليزي او الالماني او الفرنساوي. لكن الحمد لله اللعيبه كلها ظهروا شاركوا امبارح في التدريب بصوره طبيعيه الحمد لله. كل اللعيبه جاهزه، كل اللعيبه عندها حافز طبعا انها تبقى موجوده في التشكيله الاساسيه، عايزين يقدموا حاجه. طبعا تصفيات كاس العالم وضربه البدايه طبعا مهمه طبعا، وزي ما كريم انا سامع كريم بيتكلم ان هو لازم يعني نكسب اربعه وخمسه، يا ريت نكسب سته وسبعه وثمانيه و10 يا ريت. طبعا عندنا منتخب الحمد لله كبير، منتخب قادر ان هو يعمل يعني حاجه. اللعيبه كلها عندها حافز ان هم يتاهلوا كاس العالم تاني. لما اللعيبه القدامى بيتكلموا حتى مع اللعيبه اللي هم ما شاركوش في كاس العالم 2018 في روسيا، لا يعني بيتكلموا على اهميه وقوه كاس العالم وان دي بطوله غير اي بطوله ثانيه، فبيحفزوا اللعيبه. فان شاء الله يعني بكره الساعه 6 في القاهره ضربه البدايه امام جيبوتي، ان شاء الله تبقى ضربه قويه والمنتخب يقدر يحقق فوز، وفوز كبير سواء نتيجه او اداء. نتمنى ذلك، لان التجارب السابقه بتاعتنا للاسف بيقول لك دايما التصفيات بتاعت المونديال البدايه بتاعتها بيبقى الوضع بيبقى غير موفق شويه لمنتخب مصر، لكن اعتقد ربما على يد فيتوريا وكمان مع منتخب جيبوتي او سيراليون يختلف شويه الوضع، لان مهم جدا ضربه البدايه زي ما حضرتك كنت بتتكلم. مهم كمان نطمن من حضرتك يعني، لان الجماهير عندها بعض علامات الاستفهام برضو، قصه ان هل فعلا المنتخب تحت قيادة فيتوريا ممكن يقدم شيء مختلف ويسعدنا كجماهير مصرية على الأرض هذا العام أو هذه النسخة، ولا زي ما سبق برضو يعني إحنا عندنا سقف طموح واحد مش هنعديه؟ يعني خلينا نقولها كده. لا يعني الحمد لله يعني ناس يعني مع فيتوريا ملاحظة الحمد لله المنتخب باستثناء العشر دقايق في ماتش تونس طبعا، وكلنا عارفين يعني الغيابات اللي كانت موجودة في ماتش تونس واللعيبة كانت ثلاث يعني 90% منها ما كانوش لسه بادئين فتره الاعداد. فالحمد لله ماتشات المنتخب مع مستر رودي الحمد لله كلها يعني بنكسب اداء وفوز. يعني ماتش بلجيكا طبعا الحمد لله كسبنا منتخب كان ثاني تصنيف العالم وقتها. منتخبات افريقيا اللي احنا قابلناها سواء بره مصر او جوه مصر الحمد لله كسبنا، وكسبنا بارقام كبيره يعني ملاوي كسبنا، ملاوي رايح جاي كسبنا، غانيا كسبنا، الجزائر ماتش الجزائر اخر ماتش اتلعب
ودي كان في الامارات يعني الجزائر اتعادلوا معانا، احنا كنا مقصرين في الدقيقه 35 بعد طرد محمد هاني. يعني مستر بطولة الحياه في المؤتمرات يعني تحديدا ماتش زامبيا والجزائر كان بيتكلم على حته مهمه جدا او على نقطه مهمه جدا، اللي هو ان هو عارف كل منتخب بيلعبه هيبقى طريقه اللعب قدامه ازاي. يعني هو قبل ماتش زامبيا والجزائر قال لك انا ماتش زامبيا يعني التكتل الدفاعي يعني الماتش هيبقى مقفول دفاعيا، لانه عارف ان زامبيا نازله تدافع عشان تحافظ على نتيجه تطلع باي نتيجه ايجابيه قدام منتخب مصر. لكن في ماتش الجزائر هيبقى الماتش كويس شكله حلو وهنلعب كره هجوميه، لان الفريقين عايزين يعني لما نلعب كره هجوميه منتخب مصر بيظهر افضل حصل في ماتش الجزائر. فان شاء الله فطبيعي بكره مصر جيبوتي طبعا هتنزل تدافع وهتعمل تكتل دفاعي، لكن ان شاء الله عندنا لعيبه تقدر يعني تحل ازمه الدفاع. عندنا لعيبه كتير جدا مميزه في الحته دي، مرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه وصلاح طبعا على راسهم. ان شاء الله ربنا يكتب بكره باذن الله واللعيبه كلها جاهزه ويدعوا الجماهير اللي هتبقى موجوده بكره، واتمنى من خلالكم يعني طبعا الجماهير تبقى موجوده في الاستاد ترجع تاني اكيد ان شاء الله تشجع منتخب مصر ان شاء الله. اسعار التذاكر شايف ان اسعار التذاكر يعني مميزه جدا، 30 جنيه سعر تذكره الدرجه الثالثه و50 جنيه للثانيه، فدي حاجه كويسه. بس التذاكر لسه متواجده برضو يا فندم ولا خلصت؟ لان حسب معلوماتي ان تقريبا ما فيش متوافر حاليا، ولا دي معلومه غلط؟ لا اعتقد يعني لغايه امبارح بالليل كان في لسه التذاكر مطروحه على الموقع. طب كويس جدا، في فرصه يعني كويس. فيعني اتمنى يعني هو موجود 30,000 مشجع فده عدد كويس او 30,000 تذكره، فاتمنى ان شاء الله الناس يعني تتواجد وتحضر بكره وتساند منتخب مصر. احنا ابتدينا حلقتنا النهارده بان احنا وجهنا نداء للجماهير المصريه بشكل عام ايا كان انتماءاتهم ايه، لازم يكونوا موجودين بكره ان شاء الله ويؤازروا المنتخب. بنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق وبنشكرك على وجودك معانا، نورتنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. لا بس الحضور الجماهيري خلي بالك كويس، لان طبعاً عاده المنتخب في الفترات السنوات اللي سيبك من 2000 بقى و8 و10 والكلام ده، بس الفتره دي فيها اختلاف شويه. خليني اقول لك يعني انا ما كنتش متخيله الاقبال على التذاكر كده اللي انا كنت سامعاه او متابعه على تويتر تحديدا. لا في ناس كتيره رايحه، رغم ان دايما يقول لك المباريات الخاصه بالانديه والانديه طبعا التوب يعني ومنهم طبعا النادي الاهلي، الاقبال مختلف تماما للاسف عن منتخب مصر. على فكرة الواحد يقول كده مشكله كبيره اللي هي بتتكلم عنها، يعني كون ان الفتره اللي فاتت دي انت لاحظتي ان في فطور من قبل الجماهير طبعًا على حضور ماتشات المنتخب. حتى في الماتشات بتاعه المنتخب لما بتتلعب يا كريم في كافيهات ما حدش بيبقى مركز قوي. طب شوف ماتش الاهلي ما حدش بيبقى غير مركز، حتى ماتش للزمالك او غيره. مشكله كبيره طبعا، دي حقيقه ما حدش يقدر يعني كده. فاقدين الثقه في منتخبنا، مش مساله فقدان ثقه فقط، يعني المنتخب بعيد عن التتويجات والبطولات بقى له فتره طويله. سقف الطموح بقى معروف يعني بالظبط، يعني حصل كم من الاخفاقات بشكل متتالي. سيبك من الاخفاقات، حصلت ليه وليه كان في استدامه لفتره طويله؟ ايه اللي حصل؟ يعني نوال انت كان بتتكلم من شويه بتقول لك 2008 و2010 جت انا هزز راسي كده هزه استحسان ان كان في ازمنه سابقه كان المنتخب المصري. لا ما هي عشان خاطر كانت عناصر المنظومه مكتمله، اداره قويه وجيده، جهاز فني على اعلى مستوى، ولاعبين كانوا توب. انت وصلت انك تكون التاسع على العالم في ترتيب الفيفا في 2010. كواليتي اللعيبه اختلفت دلوقتي عن طبعا. لا الكواليتي مختلف في ايه؟ في حاجات كتير، في المهاره نفسها. احنا عندنا للاسف فقر او عجز في بعض المراكز الحساسه. يعني انت حصل لك هزه كده دفاعيه باصابه احمد حجازي مثلا، ربنا يشفيه ورجع، عوضتها بمحمد عبد المنعم. طيب المركز اللي جنبه اصابه محمود حمدي الونش بعد ما وصل للبيك بتاعه، وصل لاعلى فورمه. ياسر ابراهيم بيتواجد على فترات. لو احنا لما نتكلم عن ان عندنا مشكله في مركز في المنتخب، ما عندناش بدائل كتير نقدر نلاقي منها. ما عندكش بدائل كتير بصراحه بمنتهى. طب السؤال الاكبر او الاعم، ليه كم الاصابات ده عن زمان؟ يعني ما كناش برضو بنشوف الاصابات دي في المنتخب عن زمان. هو حصل ضغط، يعني ضغط في المباريات لبعض اللاعبين، ويعني كلنا كنا في مثلا في النادي الاهلي كان بيشتكي تلاحم المواسم، موسم الكورونا بعد بطولات افريقيا مع 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 مع. وفي نقطه مهمه ما نقدرش نغفلها، ان اللاعب المصري للاسف مش متاسس بدنيا بشكل سليم في قطاعات الناشئين والبراعم. يعني لا بدنيا ولا كتغذيه، فبالتالي بيطلع بيحصل له اصابات عضليه، اصابات واجهاد واجهاد طبعا. يعني
ليه مثلا لاعب الافارقه بتبقى مميزه؟ هي الطبيعه والتكوين بتاعهم بيسمح بده، ان هو فيتنس عالي جدا، قوي بدنيا، يقدر مع تدريبات انه يوصل للفورمه المناسبه للاعب. ده غير العناصر الوراثيه اصلا اللي هي متقفله عنده. طبعا يعني طبعا لو احنا اتكلمت حتى على المنتخبات الاقل في المستوى وفي التصنيف زي كينيا، الكينيين بعدائين غير طبعًا طبيعيين طبعًا. وبس في المسافات الطويله مش المسافات القصيره، لان الجينات اللي حضرتك بتتكلم فيها بتظهر هنا بقى، في قدره على التحمل وتوزيع طبعًا المجهود طبعًا. اللاعب المصري لا، للاسف مش متاسس بدنيا بشكل سليم، فبالتالي لما بيوصل لعدد معين او عدد ضخم من المباريات بيحصل له اجهاد وبتحصل له اصابات، بالاضافه طبعا للاصابات القدريه اللي هي الالتحام العنيف او طبعًا القوي او ما الى ذلك. حصل عندك ازمه في مركز الباك رايت لحد ما محمد هاني استعاد مستواه وبدا يكون هو الظهير الايمن الاساسي في منتخب مصر مع تالق عمر كمال عبد الواحد خلال نهايه الموسم الماضي وبدايه الموسم الحالي. هل في حد تاني برز بشكل كويس في الدوري يقدر تقول ان هو يصلح ان هو ينضم، حتى مش يقول ان هو الباك رايت الاساسي لمنتخب مصر؟ مفيش حاجه تزعل. فده مش ده فقر وعجز في مركز مصطفى طبعا. محمد لحد ما استعاد مستواه التهديفي وسجله التهديفي معناه انت كان عندك ازمه في مركز راس الحربه. قيس على ده بقى حاجات كتير جدا حاجات كتير جدا. اللاعب الثالث في خط الوسط في منتخب مصر كان عندك ازمه كبيره جدا، بدليل ان المدربين جربت زيزو، جربت محمد مجدي قفشه، جربوا امام عاشور، جربوا محمود حماده، اكم من لاعب بيتم تجربته. فما عندكش، انت خلاص بتلعب اوريدي ب 4 3 3 فلازم عندك لاعب ثالث في نص الملعب طبعا، اللي هو بقى يوزع اللعب ويقدم الاضافه الهجوميه ويزيد ويقدر يلعب في نفس الوقت كجناح اذا تطلب الامر ويقدم طبعا الدور الدفاعي المطلوب أكيد منه أكيد. فانت كان عندك مشكله في ده، اتحلت بوجود امام عاشور والمستوى الجيد جدا ما شاء الله يعني اللي هو وصل اليه، ولكن كان في ازمه. طيب في حاله غياب امام بيجرب احمد سيد زيزو، فانت عندك عدد قليل جدا من اللاعبين بتتحركهم في الملعب في مراكز معينه، انما في مراكز تانية خلاص هي محجوزه ومعروفه. لاعب زي حمدي فتحي لا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي، بيقدم اداء رائع من الفترة اللي كان فيها في الأهلي أو الفترة الحالية اللي فيها في الوكرة. محمد عبد المنعم لا خلاف على ذلك، محمد الشناوي لا خلاف على ذلك. حتى مركز الباك ليفت ما بين هو فيتوريا بيحب محمد حمدي عشان هو أفضل في الأدوار الدفاعية عن أحمد فتوح، ولكن لا مع كل الاحترام لو أنت قارنتهم بالأجيال اللي لو أنت بتتكلم، أنت بتتكلم في سيد معوض وطارق السيد ومحمد عبد الوهاب، ليلة كبيرة. ده أنا بتكلم في مركز واحد. خد في نص الملعب حسني، احمد حسن، حسام غالي، محمد شوقي، تحس في حزن وهو بيحكي. يا ريتني ما سالتك السؤال ده، والله صحيح الاجابه حسينة. حزينه جدا والله. انا اتسرعت في السؤال ده. لا 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 والله العظيم هي المقارنه هتبقى مش فير يعني هتصب في صالح الجيل اللي كان متواجد في 2006 لحد 2010 دي وده وضع طبيعي يعني ما تقدرش تقول. بس اللي مش طبيعي انك تقعد من 2010 ل 2023 واحنا بنتكلم في اللي بنتكلم فيه ده اصلا. بص لازم يكون في استراتيجيه يعني. البرازيل مثلا حصل عندها دروب كبير جدا حتى في بدايه التصفيات الحاليه بتقدم نتائج سيئه للغايه، ودي البرازيل يعني موطن كره القدم كما يطلق عليه، ولكن نتائجها مش احسن حاجه. هل اقول عشان خاطر مثلا نيمار مصاب؟ لا، ما في فينيسيوس جونيور، في كذا، في جيش يعني. انت لو خدت بس البرازيل صحيح دي البرازيل طبعا. فده وضع طبيعي ان بيحصل في كل، حتى لو انت استعلى النادي الاهلي، النادي الاهلي في الفتره الحاليه في دروب بيحصل، في حاجه بتحصل. احنا خارجين من موسم كان اكثر من رائع، فيعني عارف زي ما تقول لسه ما استعدناش نفس القروح. هي دي النقطه يعني شويه صبر يعني، سواء على المنتخب او حتى على النادي الاهلي او حتى على بقيه الانديه. يا جماعه بلاش تحكموا، كلمه حق لازم تتقال في هذا الاطار، وانا ربنا يعلم يعني هقولها بمنتهى الحياديه. الريكفري بتاع النادي الاهلي، انا عارفه حركاته والله، والله العظيم الريكفري بتاع النادي الاهلي اسرع بكثير من ريكفري المنتخب في هذا الاطار يعني. رغم ان المفروض ان الريكفري بتاع المنتخب يكون اسرع لان عدد اكبر من الخيارات يعني. انت بتختار من انديه الدوري ومن جيش من المحترفين المفروض يعني. بس للاسف في يعني فيتوريا برضو عليها تحفظ
ايوه تعالى بقى نروح لفيتوريا شويه يعني استضيتك يا استاذ. هنروح لفيتوريا شويه بس انا عايز اسالك وهقارن باللي قبله، يعني اللي قبله مش عارف اختار مين فيهم بصراحه. عدى علينا مجموعه يعني كان في تشكيله بس اللعب خلينا نقول كان قريب من بعض برضو. انت بتتكلم في دفاع لكن فيتوريا مش دفاعي بحت، هو بيجمع بين وهجوم شويه اكتر، مظبوط؟ طيب انت اعتراضك في طريقه اللعب ولا اعتراضك في اختيار ولا في ايه بالظبط؟ هو مش مساله ولا اعتراض في الشخص. لا خالص، بالعكس على فكره فيتوريا منتخب مصر قدم كره قدم جيده للغايه معاه، بدليل يعني انا واحد كنت مستمتع باداء المنتخب امام الجزائر بالرغم ان احنا تعادلنا، ولكن شفت روح قتاليه عاليه جدا في مباراه وديه امام واحد من اقوى المنتخبات الافريقيه. وده المطلوب من المباريات الوديه، الاداء ليس حتى النتيجة. زي ما محمد براد كان بيتكلم ان النتائج معاه كانت جيده للغايه، انت حققت نتائج اذا استثنينا مباراه تونس ودي مباراه وديه وهو جرب عناصر كتير جدا مش بتشارك، فبالتالي انا لو تعرضت للخساره فيها ما عنديش مشكله كمشجع، او حتى لو كما بيحسبوني يعني على في النقد الرياضي انا ما عنديش مشكله خالص ان انا اخسر مباراه وديه امام اي منتخب ايا كان الاسم، ولكن اشوف نتيجه ده في تصفيات، اشوف نتيجه ده في بطوله مجمعه. ان يجرب ايه المانع، ما عنديش مشكله خالص. في نفس الوقت ادائنا فعلا مع منتخب مع فيتوريا تحسن بشكل كبير جدا هجوميا، وزي ما حضراتكم قلتوا وزي ما الاستاذ محمد مراد اللي بوجه له التحيه جدا هو والاستاذ محمد عراقي مع المجهود اللي بيعملوه مع المنتخب، احنا ما بقناش منتخب محمد صلاح، بقى في تنوع، بقى في فكر وشكل هجومي ودفاعي واضح. اذا يعني انت يعني انا شايف ان لو محمد صلاح حتى خرج ولعب زيزو او لعب مصطفى فتحي مش هشوف في ازمه كبيره، بالرغم مع اعترافي الكامل بنجوميه وتاثير محمد صلاح مع منتخب مصر طبعًا. يعني دي نقطه مش ده. محل نقاش طبعًا. لكن لو فعلا لو لعبت عمر مرموش ولعبت تريزيجيه لعبت حسين الشحات مش هتحس بفرق، فده نجاح يحسب لي. انا كان العتاب الرقيق لروي فيتوريا انك تدي فرصه اكبر للاعبين المتالقين في الدوري عشان تخلق حافز، يعني لاعب زي احمد امين اوفا هايل مع انبي، احمد خليل كالوشا هايل مع انبي. خلينا نقف عند كالوشا والمره دي فاصل بجد، المره دي فاصل بجد، نطلع فاصل بكالوشا سريعا ونرجع نكمل الكلام. اسماء غريبه ولا ايه؟ طيب احنا حديثنا لسه مستمر ومنورنا كريم فضلا ناقد الرياضي وصديقنا العزيز. خلينا بقى نتكلم، يعني عدينا جيبوتي، خلينا نتكلم ان شاء الله نعديها على خير يعني، بس عديناها حديثا. خلينا نتكلم على ماتش سيراليون، واعتقد ما فيش اختلاف قوي بين برضو يعني ما نعتقده او النتائج اللي احنا بنرجوها من جيبوتي وسيراليون. برضو انت بتتكلم في منتخب بعيد، في فوارق كبيره، ربما فنيا شويه افضل من جيبوتي، وربما المباراه هتكون اكيد فيها تنافسيه الى حد ما اكبر، لكن في نفس الوقت انت تقدر تحسم الست نقاط بالسهوله بتاعتك سواء هنا او هنا يعني كمجموعه. هي دي النقطه المهمه في الموضوع، انك تحقق الست نقاط في اول مباراتين بلغه الكوره تركب القمه بدري. فبالتالي هتسهل عليك العمليه بشكل كبير، لانك بعد كده هتقابل منتخبات اقوى في التصنيف زي منتخب غانا اللي هو المنافس الرئيسي لك في المجموعه دي. اللي نقدر نتكلمه او نقدر نقوله انك عندك فرصه، عندك مجموعه من اللاعبين، حتى يعني استكمالا بس الكلامي، حتى انا مش معترض على الاختيارات لان دي فعلا افضل العناصر، بس انا كنت اتمنى انك تضم حد من الاسماء اللي برزت بشكل اقوى في الدوري، يعني احمد امين، احمد خليل، كالوشا، حسام اشرف، مصطفى زيكو، في الوقت انت بتختار مثلا بعض العناصر اللي بعيد تماما وموقوفين ومعاقبين من انديتهم ومش بتشارك. بس انت كل مدير فني له فلسفته وله سياسته. هو فيتوريا شايف ان المجموعه بتاعتي احافظ عليها واختارها، وده حقه طبعا، ما اقدرش انكره. بس هو في المقابل مش من حق اي حد او اي جهه ان هي تناقشه في اختياراته عند اللزوم، في حال ان هم الجهاز الفني منها. المعاون هو ده الوحيد، ما ينفعش اي حد يناقش المدير الفني في اختياراته لان هو المسؤول الاول والاخير عنها، ولو حصل اي اخفاق هو اللي بيتحمل. طبعًا. مفيش لعيب بيتحمل نتيجه اخفاق يا استاذ كريم. طبعًا. المدير الفني بيكون هو الضحيه رقم واحد. وفي نفس الوقت لو نجح بتحسب له. هي وجهه نظر فنيه بحته. انا كنت شايف ده علشان خاطر اللعيبه يبقى عندها حافز.
اللعيب في اي مكان في العالم الهدف الاسمى له انه يمثل بلده، صح ولا لا؟ اكيد. فانا طبعا لما اكون متالق ومسجل 5 اهداف ومكسر الدنيا بلغه الكوره والاقي نفسي بعيد تماما عن الاختيارات، هيحصل لي ايه؟ هيحصل لي نوع من الاحباط، صح؟ هو جزء برضو من اللي بعد الاختيارات هو توفر عدد، مش مجرد لاعب واحد ولا اتنين، عدد من اللعيبه الدوليين، اللعيبه المحترفين بالظبط. فبطبيعه الحال هم اللي فرصه وجودهم في المنتخب اعلى من غيرهم. وكمان يعني ننزل بمعدل الاعمار شويه عشان خاطر اخلق جيل جديد للكره المصريه يقدر ينافس على اللونج ران، لان في عدد كبير من اللاعبين تخطوا ال 30، يعني ان كان انت بتتكلم عن كابتن محمد صلاح، محمد النني، كابتن طارق حامد، احمد حجازي، محمد الشناوي، عدد كبير من العناصر الاساسيه. 35 و36 35 سنه. عدد كبير من اللعيبه طبعا في حراسه المرمى السن مش 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 مختلف. مش الموضوع كان مين عصام الحضري كان لغايه 42 تقريبا بالظبط، وكان موجود وهو يعني دخل موسوعه الارقام القياسيه بانه صحيح. اكبر حارس او اكبر لاعب في التاريخ شارك في كاس العالم. فده برضو كان من الاهداف. خلي بالك انت عندك لاعبين صغار السن بروميسنج جدا، يعني جايين سواء داخل مصر او خارجها، ايه المانع انك كنت يتم اختيار عنصر او عنصرين، مش شرط يشاركوا بس على الاقل يحتكوا، يقرب من كابتن محمد صلاح، يقرب من كابتن محمد النني، يقرب من كابتن حمدي فتحي، زيزو، عناصر المنتخب الكبيره اللي عندها خبرات، يديهم من يعني يدوا اللاعب الصغير ده من خبراته. أيوة. زي ما جميع منتخبات العالم بتعمل. يامال بيلعب ايه؟ لا ده بيسجل كمان وهو 16 سنه مع منتخب اسبانيا. لعيب 16 سنه، انت لو قلت كده في مصر ايه انت مجنون ولا ايه؟ فانا مش عاوز ان احنا نقلد الغرب تقليد اعمى وخلاص، لكن كنت عاوز يتم الدفع لان ده هيفرق معاك جدا 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 مستقبلا. لما زي مثلا يعني اذا سمح لي يعني زي حضرتك وانت مثلا بدات في مجال الاعلام او في مجال الفن وانت صغير، اما تمثل مع اباطره التمثيل الاستاذ عادل امام، محمود عبد العزيز، نور الشريف، طب هيفرق معاك ولا مش هيفرق معاك؟ مليون في المية. بس مليون بتستفيد من خبراتهم. قيس على ده في كره القدم، قيس على ده في اي مجال. بالمناسبه برضو كريم، يعني فكره على ذكر كلمه الاحتكاك والتواجد مع الاسماء الكبيره الثقيله اللي ليها خبراتها، هي المدد اللي بيقعدوها مع بعض اللعيبه المحترفين واللي بيوصلوا دايما حتى متاخر يعني للمعسكرات، الفترة اللي بيحتكوا فيها مع اللعيبة المحليين، هل الوقت ده كافي لإيجاد هارموني نشوف له انعكاسات طيبة في الماتشات بعد كده، ولا الوقت بيكون ضيق؟ نخلي حكم للملعب وللفعل. أنا ممكن أستفيد منك في ساعة، ممكن أقعد معاك شهر ما استفدش منك أي حاجة، صح ولا لأ؟ جدا. فده طبيعي، ده بيفرق بقى من بذكائك أنت وأنت عاوز إيه. إحنا دايما بنقول اللاعب الصغير لما بتكون عاوز تبقى لعيب كرة قدم محترف، عيش حياة المحترف. يعني شوف اللاعب، شوف محمد صلاح بيعمل ايه، شوف مبابي بيعمل ايه، شوف ميسي، رونالدو، الاسماء الكبيرة في عالم كرة القدم بتعمل ايه، وما تعملش زي سين وصاد وعين بدون ما نسمي، لانك لو عاوز تكبر وتبقى نجم كبير عيش حياة النجم، بس عيشها صح في اختياراته الصح مش اختيارات. الفكر الاحترافي ده مهم جدا حتى طبعاً. لو ان كان اللاعب مش هيحترف، لان في لعيبه اصلا كانت متالقه في الداخل عندنا محليا ولما جالها عقد احتراف، ومش عايزه برضو اذكر اسماء عشان حرام يعني مش عيب يعني، لما احترفت في الخارج للاسف ما توفقتش تماما وما استمرتش، مش عشان فنيا، عشان هي يعني انت خلاص انت مش هتحتك بقى، ده انت عايش بالظبط، يعني انت عايش بس خساره كبيره دي يا كريم. يعني اللي نهاوند بتتكلم عليه وهي بتقول واسماء كبيره انا جيت دماغي طبعا يعني. اسم حد منهم مثلا، حد تقريبا في 3 شهور اتنقل في 4 فرق مختلفه، يعني بدون ذكر الاسماء برضه، بس خلاص في 3 شهور انتقل بين 4 فرق. مانويل جوزيه قال عنه، يعني قال عنه، انا اتذكر كلام مانويل جوزيه بشكل قوي جدا، قال ان اللاعب ده اكبر وافضل موهبه من لاعب اكبر في الوقت ده، او انه يمتلك مهارات افضل من ابو تريكه تحديدا يعني. ولكن عقليته مش هتخليه، وده يعني شوف بعد، شوف جوزيه سايب النادي الاهلي بقاله كام سنه؟ طبعا كتير طبعا، وثبت ده بالفعل، بالرغم ان هو بيقول انا يا جماعه ده انا كويس وانا بتعالج نفسيا او بـ يعني بيحاول يشوف الامور،
هو خساره. شوف احنا الثلاثه هم متفقين، واللي بيسمعونا متفقين انه اللاعب يحترف الموهبه. مصر كانت متفقه بصراحه خساره، لكن هو راح في سكه مش احسن. كل واحد مسؤول او يعني عن نجاحاته في الاول وفي الاخر انت المسؤول عنها مش العوامل الخارجيه يعني، فدي العوامل تبقى بتساعد لكن انت المسؤول. للاسف الشديد في نزاعات نفسها، وكانت اسماء كبيره كان منتخب ممكن فعلا يستفيد كمان بيهم بشكل كبير، وكان زمان دلوقتي وضعهم مختلف، كان ممكن يقدموا كتير كمان للكره المصريه. على كل حال ده الجزء اللي زعل. يعني الوقت خلص والحلقه خلصت، بس انت نورتنا يا كريم كالعاده، وان شاء الله خير بكره. يعني قبل ما نختم بقى، توقعاتك كده كام؟ يعني انا اقول بجد لا يقل المفروض عن 4-5، يعني مفروض ان الصوره كده تقول 4-5. يعني انا اتوقع ان النتيجه هتكون 4-0 لمنتخب مصر، وان شاء الله نحقق، لان دي حصلت قبل كده كمان. بالظبط، حصلت مرتين. وهنتفوق على منتخب سيراليون، على فكره منتخب مش سهل. يعني انا بقول اهو منتخب سيراليون مش سهل. لا، اميدو كريم المدير الفني كان واحد من اللعيبه اللي تالقت في الدوري المصري مع جمهوريه شبين ومع منتخب السويس، هو اللي بيتولى مهمه المدير الفني لمنتخب سيراليون. بس اتوقع ان شاء الله ان احنا هنحقق الفوز هناك، وهنحقق الفوز على جيبوتي، وهنكون منافسين اقوياء على كاس الامم اللي جايه مع فيتوريا ومجموعه اللاعبين. يا رب سهل الحال يا رب، ببقك لباب السماء، نورتنا وشرفتنا، ونشوفك على خير ان شاء الله يا كريم. شكرا جزيلا جدا. ميرسي يا فندم، والله ميرسي ليكي كتير، ميرسي ليكي كتير. نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد، وباذن الله نيجي ونبارك لنفسنا طبعا، ويكون ماتش حلو فنيا وكمان على صعيد يعني النتائج. نشوفكم يوم الاحد ان شاء الله.